الأستاذ إلي خوري هو من عواميد البيزنطي بأنطاكيا. لو ما هو ما كنا نحن بنقدر نعمل شيء اللي نحن عم نعمله أصلا اليوم. الأستاذ إلي خوري هو أكثر شخص ركز على موضوع مناسبة الكلمة مع اللحن البيزنطي. فأستاذ إلي خوري نحن مش بس مشان نحن بركتنا أنت اليوم هالمخيم مدرسة موسيقية كلها سوا. بهنيكم كمان على كل يلي قدمتوه يلي سمعنا قسم منه نحن هون بفرنسا لأنه عايشين بفرنسا وأنا بعد قلت له للأستاذ فلوس إنه ما سمعت بإنطاكي بعد كثير أحلى من هالكثير اللي أنتوا قدمتوه ما راح أثقل عليكم كثير كلام أنا تسلمت على يد الأستاذ أندراوس مايكل أغلب 30 مكان باللغة اليونانية ما كان عندنا مثل ما موجود عندكم هلا هي التراثيه كلها موجوده وكلها يعني بفضل الاستاذ مثل موز كان لي الشرف كان لي الشرف انه اتراس جوله حركه الشرف بس انا ما كان في هالتكنيك الموجود عندكم بعدين ايامنا ما كان في ايام كل يوم حر مثلا البنات ما بيقدروا يجوا بالليل مثلا على المسير انجبر روح لعندهم علموني يعني ساعتين ورجع روح بالليل ساعة 7-8 عند الشباب موضوعنا اليوم هو كيف بدنا نعمل سوا حتى نطور هالتأثير في الكنيسة هذا موضوعنا اليوم في شغلتين أساسيين بالموضوع الأمر الأول هو اللفظ مجبورين نطول على المحلات التي تسمح لنا في اللغة العربية كل كلمة نحكيها نرفضها فيها مسرح قوي ومسرح ضعيف مثلا مين بيرسل لنا مين بيحس فيهم هو؟ جاي جديد على الكنيسة مش معود يسمع بيهم بيقولوا مش عم بفهم مش هيك؟ دول بقى تتعود تصير تفهم مش انتقال لا 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 فرحي بس للتحسين هلا بنحكي بالجملة يعني في الأكسام بالكلمة بينعب أكسام هلا بالأكسام بالجملة بدك تحكي بالمعنى نعم هلا نحن بنقول مثلا اليوم يوم القيامة كيف نقولها؟ اليوم يوم القيامة فلنتذكر الشعور هلا نحن شوف المعنى اليوم أنا مثلا ضربت ليسي اليوم يوم القيامة اليوم لأنه نحن يوم فرح اليوم نحن عايشين اليوم تنظر فيها القطعة مصورة لما نصار مثلا لنصفح لمبغدينا عن كل شيء في الخيار ما هيك؟ كيف تقول لك؟ لمبغدينا عن كل شيء انتوا عم تصفحوا عن كل شيء أنا بقول هي ذاتها هي مبغضين عن كل شيء فأنتوا مش بروح ما عم بقول إنه لازم تعمل بس كافي نعمل شوي تطور شوي بهمة الشاب الطيب بحبكم كلكم هالشباب الطيبين الله يخليكم يا زين عليك شكرا